يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الله، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده وقلب أصابعه؟ أنا لا أعرف هذا، لكن ورد أنه لما قرأ قوله تعالى وهو السميع البصير أنه أشار إلى سمعه وبصره، ليبين أن هذا حقيقة، أن الله يوصف بالسمع والبصر حقيقة.